استاذ فتحي من السويس، اتفضل يا استاذ فتحي. ايوه يا باشا، اتفضل يا استاذ فتحي. معايا الاستاذ سامح؟ ايوه حضرتك على الهوا، اتفضل. الله يخليك، ازيك يا باشا؟ الحمد لله يا استاذ فتحي. والله يا باشا انا عندي ارض زراعيه وعندي المصدر حظيره كبيره وعندي بيت ملك عماره 3 ادوار، واخد بالك حضرتك، وعايز اعمل قرض البان، فبنك التنميه بيقول لي نديك 10 15000 يعني عشان حياتك فدان. اه ده ينفع برضه يا استاذ؟ ما هو هو بيدي لك القرض على قد الضمان اللي انت هتضمن بيه القرض. طب ما انا بقول لسيادتك اهو الفدان اللي انا بكلمك بيه ده في فدان مانجا مسلم 15 سنة. هو انت يا استاذ فتحي انت قدمت فين بالظبط؟ بنك التنميه فرع الجناين. بنك التنميه فرع اسمه ايه؟ فرع الجناين. الجناين. المدير الائتمان قال لك اللي هندوا لك 10 15000 جنيه بس. مش هو في حاجه اسمها دراسه جدوى للمشروع؟ المشروع ده هيتكلف قد ايه والعائد منه علشان يدي لك الفلوس؟ ما هو اصل هو مش انت لازم عشان يصرف مبلغ بتقدم المشروع، والمشروع ده بتقول له انا هعمل فيه 1 2 3، هي دي دراسه الجدوى بتاعته، والعائد منه هيبقى كذا، وبالتالي بيوافق لك عليه. فهو على اي اساس يعني قال لك 10 15 الف جنيه؟ انت قلت ايه؟ انا على اي اساس قدمت ايه؟ قلت ايه في المشروع بتاعك؟ انت قايل ايه في المشروع بتاعك؟ قايل ان انا عايز اعمل حضيره البان، انتاج البان، عايز اجيب خمس اقل حاجه 5 حتت جاموس، وعندي الزريبه وعندي المكان وعندي الضمان وعندي كل حاجه. ده النهارده اول يعني اقل قطعه مش هتقل عن 25 الف جنيه. طب مش هتقل عن 25 الف جنيه، يعني انا يعني انت هتاخد 10 15000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ يعني هتجيب بيهم ايه؟ هتعمل بيهم ايه؟ الله يرضى عن سيادتك، وانا مانع عشان كده، عشان انت سيادتك خير يعني. طيب انا هتواصل مع البنك وهنعمل معاهم مداخله ونعرض عليهم المشكله دي ونعرف على اي اساس او الطلب ده بيتم منح القروض دي، وفي جهات تانية اخرى ممكن تساعدك ولا لا، وهرد عليك. انت رحت سالت في مشروعي؟ طيب لا ما سالتش في مشروعي صراحه. انا عايزك برضو تقدم في مشروعي اللي هو تبع المحليات، وانت بتقدم طلب في شباك واحد بس فعلا، يعني في ناس كتير قوي احنا تابعنا معاهم وخدوا القرض، وهو بيبقى بالتعاون برضو مع البنك الزراعي. يعني هو انت بتقدم في مشروعي، هو هيحولنا على بنك الزراعي برضو. ما هو بنك الزراعي قال لي ما تتعبش نفسك، المشروع هيبعتك لينا برضو هنقول لك نفس الضمان. ما تتعبش نفسك، ما هو الراجل لازم يتعب نفسه، هو بيتعب نفسه عشان يشتغل. يعني انا لما يجي حد يقول لي عايز اشتغل اقول له ما تتعبش نفسك، خليك قاعد مستريح. ده اللي انا بساله. يعني هو لما يجي الناس بتتقدم لنا عشان يشتغل، ما هو ده مستثمر يا جماعه، هو ده الراجل الفلاح او المربي ده مستثمر في 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 اللحوم في او في انتاج الالبان اللي احنا عندنا مشكله ونقص فيها، وخطه الدوله ان احنا نزود الانتاج بتاعنا. فهو لما يروح لك علشان ياخد قرض ويبتدي بيه مشروعه تقول له لا ما تتعبش نفسك، انت لو رحت مكان تاني ما هيحولك عليا يعني. وبعدين مش في حاجه دراسه جدوى، الراجل ده هيعمل مشروع لانتاج الالبان محتاج على الاقل 5 روس او خمس قطع من الجاموس او من الابقار. تمام. القطعة ب 25000 جنيه النهارده، بتدي له 10 15000 جنيه يعمل بيهم ايه؟ هيعمل بيهم ايه؟ ده هو لسه محتاج، عنده تغذية وعنده معدات المفروض، وعنده عمالة، والمشروع على ما يقف على رجليه زي ما بنقول وان هو يشتغل ويبقى منتج محتاج وقت، فيبقى معاه فلوس يصرف. دي له 10 15000 جنيه يعمل بيهم ايه؟ ايه دراسة الجدوى اللي عندك؟ لا هتابعها مع البنك الزراعي وهنتابعها مع مشروعي، واحنا يعني بنتواصل معاهم الحمد لله ونشوف المشروع بتاعك ده ايه وضعه. حاضر يا استاذ، بس سيب لي رقمك مع استاذ عزيز عشان يتواصلوا معاك. بشكرك يا استاذ فتحي.